ساطع، انت كنت متجوز صح؟ تمام. متجوز وعندك عندي اولاد؟ ياسين. عندي ياسين. ياسين. ست سنوات. ياسين وشيرين. شيرين دي مراتك مش بنت. تمام. بعد ما رجعت شيرين عملت ايه معاك؟ انا عايز انتهز الفرصه دي واوجه الشكر لزوجتي شريكه حياتي واللي زيها زي كل زوجه مصريه جميله شايله الهم معوزها وعلى دماغها وماشيه بمنتهى السعاده والرضا. اهم حاجه ان ابنها يبقى سعيد وكويس وتعلمه كويس، بعد كده اي حاجه سهله. ساطع، ممكن تقول لنا دلوقتي نصيحه او تقول لنا روشته كده نمشي عليها لو الواحد مننا قابله موقف صعب، تقول لنا ايه؟ هقول لحضرتك وهقول لضيوفك وجماهيرك الكرام ان ربنا سبحانه وتعالى لما يدي لحد حمل ثقيل اكيد بيديله كتف يشيل الحمل ده، فما تستغربوش، ويوم ما يحصل اي حاجه لاي حد اعرفوا ان ده كرم من ربنا. انا ايامي بعد الحادثه بقت طعمها اجمل من ايامي قبل الحادثه. يا سلام. الحمد لله من كثر الحب اللي انا بشوفه من اي حد وانا ماشي وانا قاعد وانا رايح وانا جاي، والله خلت ايامي طعمها احلى فعلا من قبل الحادثه. الله، شوفوا الجمال. فمحدش ييأس. محدش ييأس لان سبحانه وتعالى قسم الرزق 24 قرون. هتاخده هتاخده. ويوم ما ياخد منك حاجة كبيرة أكيد هيدي لك حاجة أكبر. فخلوه على الله. كله على الله. الحمد لله. حقيقي.